السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير والخير، يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم كل بشمة، مرحبا بكم وسلامكم. فتحت البث قلت بجرب القاعدة ذي وفعلا صارت تبث، مسكت الجوال مسكة جميلة. شكرا الشيخ فهد الحربي جزاه الله خير، جاني من شمال الرياض وأنا حاليا في جنوب الرياض، الله يجزاه الجنة، ما قصر صراحة، رايته بيضاء لي والله. مرحبا بكم شيخ، شوف بيضاء ولك ترى فيه وهاد، ما تخاف الله ادمجوا تحذيرك من كيكي بالأغنية. شوف بالنسبة للمقاطع اللي مقطع اللي سويته الأخير وفي ناس ركبوا عليه أو حطوا عليه أغنية أو طقطقوا عليه، هذه مو مهمتي أنا. أنا مهمتي بلغ، يعني نحن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله عز وجل قال لرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. قال: وما على الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني بس انذكر ومش. النبي عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وبه جنة قذفوه في عرضه صلى الله عليه وسلم، اتهموه باتهامات كثيرة، أعطوه المال من أجل أن يترك دعوته، قالوا نزوجك خير النساء، نجعلك علينا أميرا، فعادي يعني كل هذا ما أدري عنه، يعني كل شيء ما أدري أن هذا بيصير. ما تكون يعني تدعو إلى الله عز وجل إلا تحارب، على أنه يعني المقطع كان جدا يعني حتى سبحان الله كان بدون يعني بدون ترتيب. قال لي واحنا الشباب في موضة هابين فيها اللي هي مسألة هذا، وحتى سيارته كانت يعني مخربة الصوت، مخربة التصوير الصوت في صوت الفحمات. ويسر الله عز وجل وشاء انه يعني يوصل لهالشيء هذا، والله يقبله يا رب العالمين. بلغ بس ومش، لا تنتظر النتائج، النتائج ما هو أنت ولا أنا يعني من عندنا. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، والله عز وجل قال: فلا يحزنك قولهم، قالوا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فأنت ما عليك تبلغ بس، اترك اللي يقبل يقبل. الرسل ما جوا عشان يهدون الناس، جوا يبلغون الناس بس، صح ولا لا؟ قل صح. فسر أحلام أبشر إن شاء الله، فسر لكم أحلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضا الناس غاية لا تدرك، صحيح، ولهم مطلوب رضا الناس، المطلوب رضا رب الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله عز وجل برضا الناس سخط عليه وأسخط عليه الناس. أنا رسالتي أوجهها لكل مشهور، بتروح وتخلي مقاطعك وتخلي، لا تصير يعني سيئات جارية عليك، لا تصير سيئات جارية عليك، يكفي يعني خلاص. يعني تنتشر أحيانا مقاطع مغنين وماتوا كل عام 16 سنة ميت، والأغاني منتشرة، سيئات جارية في القبر، وقف يا خلاص، صح صح اللي انت فيه. يعني حب الشهرة وحب الجمهور لا يفتنك عن طريقك الصح. يا اختي تبي تصير مشهور صير مشهور، بس بالصح يا اخي، مو عيب ابدا انك تصير مشهور، ولا هو حرام انك تصير مشهور ابدا، لكن بالخير، خلك بالخير، خلك مع الله عز وجل، صير مشهور بس بالصح. يعني بالعكس، ليش صارت شهرتك بالخير؟ عندك مليون متابع وتدلهم على الله عز وجل في صحيفتك، عندك 100 مليون متابع وتدلهم على المعاصي والذنوب في سيئاتك، صحيح في سيئاتك. فشهرة ما تدل على الله ولا تقربك من الله، إنما هي يعني مقت من الله، وشهادات كثرهم عليك
بس أي يعني ويعني تشوف تلاحظون بعض الناس ما عاد صار عنده عزة بدينه ولا عزة بلغته اللي هي لغة القرآن اللي هي أفضل لغات أفضل لغة وأقوى لغة. عليكم السلام ورحمة الله. أقوى لغة اللغة العربية، ما عاد عنده عزة بدينه. يدخل هاي جود مورنينج بونجور ماني عارف ايش، قل السلام عليكم. يا أخي رجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمت صباحا، قال لقد أبدانا الله عز وجل بخير منها، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحية أهل الجنة وتأخذ حسنات، قل السلام عليكم. يعني ترى مو بأنت متطور ووصلت للتطور لما تتكلم تقول هاي. ليش الأجانب ما يقولون السلام عليكم في ديرتهم عندهم؟ ليش أنت أخذ طباعهم وصفاتهم وكلماتهم ما تكسب حسنات؟ يعني بدل ما تقول هاي قل السلام عليكم. السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. عادي لي قلت السلام عليكم، يقول السلام عليكم. المهم يعني خل هويتك واضحة عليك. بعض الناس طمس يعني ومحل آثار إسلامية عنه. السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق بين الأحلام والرؤى، الحلم اللي هو من الشيطان اللي بيسجلها يسجلها، الفرق بين الحلم والرؤية. الرؤية تكون من الله، وش شروطها أو صفاتها؟ تكون واضحة، تكون واضحة، تكون متصلة معانيها بعضها بعض. يعني الرؤية ما تنساها إذا قمت من النوم، ما تترتب عليها لذة بدن، يعني ما يقوم من الرؤية اللي رآها ويجد نفسه محتلم، ما تخالفك بشريعة أو ما تأمرك بشريعة مخالفة الشريعة. يعني مثل يرى واحد في منام يقول خلاص لا عاد تصلي، واحد يقول أو لا عاد تصوم، أنت رفعت عنك التكاليف، هذا حلم من الشيطان. أو يرى في منامه ما يخالف العقل، يرى في منامه ما يخالف العقل، مثل ذاك الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قال رأيت الرأس تضرب وتتدحرج وأنا ألحق بها، قال لا يحدثني أحدكم بتلعب الشيطان فيه. هذا يعني بالنسبة للحلم. الرؤية تكون واضحة، تكون يعني متصلة بعضها ببعض، معانيها أو كلماتها أو الرؤية بحد ذاتها، مو بقمت ورجعت نمت وكملت بعدين يومين كملت الرؤية فايش مسلسله. تكون واضحة، تذكرها، ما تأمرك بشر، لا تترتب عليها لذة بدن. وبس أنا يعني تعليقات ما أكون معكم صادق، تعليقات الآخر آخر مقطع والله ما شفتها كلها. ليش؟ لأنها كثيرة فوق 6000، وفي بعضهم أساء بالكلام، لكن اللي يرد عليهم بالإساءة لا ترد، يعني خاصة بعض الكلام مرة شيل شيل مرة شيل يا أخي، مرة قوي سيء مرة، وش ذا يا أخوي؟ ما هو كذا تورد الإبل، ما هو كذا النصيحة. يعني حتى هو كان رده سيء وكان مستواه سيء وكان لغته سيئة، أنت لا تصير مثله، أتركه. الله يجزاك خير يا واسي شيخ سلطان، الله يعظم أجرك، الله يقبلنا وياك. فأنت ما عليك منه، أسفها. أما أنك ترد برد يعني فيه أدب وفيه عشان ما تكسب إثم كذلك مباح، ولا خلها أتركه. يعني صعب أنك، أنا شفت بعض الردود ناس فيهم خير وعندهم حمية لكن خطأ، طريقة خطأ مصح أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر خطايا بني آدم من لسانه، لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، يقول أكثر خطايا بني آدم من لسانه. قال يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كم في التعليقات الآن من كلمة قد تكون سبب لسخط الله على فلان من الناس،
اي والله كلمة واحدة قال لا يلقي لها بال، ذبها وبس. قد تكون كلمة فيها كفر، كلمة فيها شرك، يستهزئ بالدين، يستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة واحدة مصيبة، مصيبة، مصيبة. ترى الكلمة في الإسلام عندها لها وزن عظيم. فالواحد ما يقول خير ولا يصمت كما قال عليه الصلاة والسلام. ما رأيك؟ تكلمت يا ربي السب ويدعي ما يصلح، قلت لكم ما يصلح كذا. قول لنا أفضل حديث سمعته وتعجبت منه. والله كثير. كثير. لكن يعني من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يروي عن ربه عز وجل، الحديث اللي قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك منك على ما كان منك ولا أبالي. يعني لو كانت ذنوبنا عظيمة وكبيرة وكثيرة تبنى إلى الله عز وجل ولقيناه بشهادة التوحيد، شهادة التوحيد اللي شهادة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله والعمل بها طبعا، قال للقيتك بغرابها مغفرة. يعني ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 سنة، ولو إن ذنوبك وش تصل إلى يعني إلى السماء، يغفر الله عز وجل إذا أقبلت له. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. إذا تظن أن عملك اللي سويته، المعصية اللي قفلت على نفسك فيها الباب، أو المعصية اللي في جوالك أن الله عز وجل مو بغافرها، أو المعصية اللي مستمر عليها الله مو بغافرها، ترك أخطيت بحق نفسك. أي والله بل أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. على إيش يدل سقوط الأضراس في المنام؟ فسرتها ترى في مقاطع تحت، شوفوه بخير. الله يسلمك وعساك طيب الحمد لله. طيب في استفسار عن الرقية، استفسر سمع فسر لي بالجوال تكفى. طيب بفتح لكم الجوال، أبشروا بفتح لكم جوال اتصال. فتحت الاتصال، يلا اتصلوا. اللي عنده رؤية يتصل، اللي عنده رؤية يتصل، اللي عنده رؤية يتصل. فتحت الجوال، الرقم في البايو في الملف الشخصي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شيخ محمد، أنا حنيت المرتين اللي حامل، يعني مرة جبت بنت ومرة جبت ولد. نعم. أنا غير متزوجة. طيب. أيوة بس كذا. بس كذا. إيه ولد أول حلمت قبل شهر جبت ولد. ياباني كذا وقسم الله. طيب هذه الرؤية متى؟ قبل يمكن قبل 20 يوم. طيب بداية العيد كذا. خير إن شاء الله. عادة رؤية المرأة إذا كانت غير يعني أنت غير متزوجة صحيح؟ صحيح. عادة إذا رأت المرأة أنها حامل وولدت هذا يدل على انفراج لها هم أو كشف كرب عنها، أو كذلك تدل والله العالم على زواج كذلك لها.
وعسى الله ان ييسر امرك. ومرة ثانية حلمت اني جبت ولد، يعني نفس الشيء. نفس الامر، نفس الامر، هذا ان شاء الله باذن الله ما تفريج هم او زوال كرب باذن الله عنك، والله العالم. خاصة اذا كنت انت غير متزوجة، او فرج ياتيك، او غائب تنتظرينه ياتيك، والله اعلم. طيب عادي اقول حلمت قبل كم يوم ولا لا؟ يكفي خلاص، اخذ رؤية واحدة. الله يجزاك خير. طيب شكرا لك، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي رؤية حق أمي، هي دائما تتكرر على تشوف الأموات، يعني أي أحد يموت في العائلة هي تشوفه. طيب وين الرؤية؟ عندي بلوتوث. يعني أي أحد في العائلة تروح هي تشوفه، دائما تشوفه. طيب هذا حديث نفس. ما هو؟ كيف حديث نفس؟ يعني هذا بسبب أنها توفى أحد فلان من الناس رأتها في المنام. ما في رؤية، ما فيش حديث نفس. يعني حتى اللي ما تعرفه مثلا كلهم دائما تشوفه. اي حديث نفس. حديث نفس. كذا يعني تتكلم معهم كأنهم موجود. حديث نفس. حديث نفس. ما فيش. طيب. الله ييسر أمرك. نعم. سلام. نعم. نعم. ألو نعم. أختي هذا الرقم ما هو بالتفسير الأحلام، لا تتصلين عليه لتفسير الأحلام، هذا مخصص للرقية. الله يجزاك خير. الرقم موجود في البايو حاطه أنا حق تفسير الأحلام. شكرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. يا شيخ أنا حلمت أني أخرج من أذني أعواد. تخرجين من اذنك اعواد؟ لا هي يطلع من اذنية، ما يطلع معها اعواد. ليه؟ طويلة من الاذن اليمنى واليسنى. اعواد ايش؟ عود. عود بخور ولا قصدك عود يعني خشب؟ لا مو عود بخور. عود مو عود بخور، لا عود يعني عود شو؟ عود اسنان. لا يشبع الأسنان، مو هذا أسنان، يعني عواد طويلة شوي. أي ويخرج من أذنك هذا العود. أي. أيوة. تشتكين من شيء أنت معين؟ أنت. تشتكين في أذانك شيء معين؟ وقتها كان تعبان. أيوة. بس كذا يعني تشوفين إن عواد تخرج من أذنك، وكنت أيوة. وكنت في وقت الرؤية يعني فعلًا تشتكين من أذانك. اي تصدر صوت او شيء كانت اذنيس طلع صوت. اي كنت ما اسمع زين. هذا اي الحمد لله، الله يتم لك العافيه. هذا بسبب اللي كنت تعانينه فقط. الله يحفظك يا اختي. السلام عليكم. رقم تعبير الرؤى في شوفوا الملف الشخصي، ملف الشخص الرقم. وش يستفيد اللي بتفسر له؟ يستفيد انه يزرع بيض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تطاقوا ذولي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. اقول شيخ حالتي من العطريشي. مش شو؟ أحل كني مع طريقي. طيب. أيوة في سيارة كبيرة ومع جدتي وأمي. طيب. طيب رايحين مشوار كده، والله ما نفاق إني مرة رايحين زي كده، بس من السيارة كنا. ما نطلق لي شهرين. حلمت إني أسمع مع زوجك في السيارة ومع ومع جدتك وأمك. أيوة. طيب وش بعد؟ اي طلق الطلاق طلاق رجعي؟ لا طلاق المحكمة. اي كم طلقة يعني؟ ثلاث طلقات انتهت يعني. اي اي
وهذه الرؤية متى؟ اليوم والله. اي انت ودش بالراجعه؟ اي والله. اي هذا بسبب انك ودش بالراجعه رايتي مثل هالرؤيه. يلا الله يختار لك الخير الزينه. ما انت المحكمه طلقت يعني خلاص قالت لكم هذا طلاق بائن، 3 طلقات لابد حتى تنكح زوجا غيره. يلا الله يسر اموركم. وين يتفرق يغني الله كل من سعته. الله يغنيكم بالحلال عن حرام. في انت اللي كاتب يا شيخ عطني نخيتك، عطني رقمها تبي تنصحها. والله ما ترضى على اختك ولا ترضى على امك ولا ترضى ان اختك تدخل فيها البث ثم انت تشوف تعليق واحد من الشباب كاتب مثل هالكلام. عشان كذا انتبه، ترى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والله ما انت بظريف ولا انت بخفيف دم ولا انت بتخقق الا خروف مقطعت الاذنين. فارفع علومك، الله يجزاك خير، ارفع علومك. الحرام حرام، ما انت بظريف، ترى الحرام موجود في السناب وفي الانستغرام وقلة الحياة موجودة. عيب عليك، عيب والله عيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير شيخ. تفضلي يا أختي. معلش تفسر لي رؤيتين. رؤية واحدة تفضلي. بس ما بي على البث الله يعافيك. ما عن... إذا ما تبين على البث ترسلي رسالة في السناب. كيف؟ إذا ما تبين في البث ارسلي رسالتك في السناب ورد عليك على حسب الاستطاعة. خلاص الله يعافيك. الله يحفظك. والله يا جماعة بعض الناس يحس بأنه يعني إذا كتب مثل الكلام وش اسمه حسابه وهمي، حسابه ما حد يدري عنه. الله يدري، الله عز وجل ما يحتاج لا قرينة ولا بينة ولا رقم سري، يدري عنك. عيب عليك يا أخي، إن لم تستحي من الخلق خاف من الله، والله عيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يا شيخ أنا أم مطلقة قبل، تزوجت من شخص معدد، رأيت المنعم إنه فتحت باب طلع لي أفعى لونها برتقالي على كحلي، الأفعى بثت الزم جاء على رقبتي، طبعا أنا ما كنت خايفة من أنا ما كنت متألمة، كنت خايفة من الزم. السم وين انثرته؟ على رقبتي على الرقبة. أي. طبعا انا ما كنت متالمه، كنت خايفه لان هذا سم. اذكر اني في المنام رحت المستوصف اللي الوالد يشتغل فيه، دخلت عند الدكتور، الدكتور معالجني، انتهى المنام الاول. طيب بس رؤيه واحده اخذ، فتحتي باب تقولين وانثرت في وجهك سم هذه الحيه؟ نعم. ايوه. طيب هذا كلام تسمعينه من مرأة والله العالم بدخولك حياتهم او شيء من هذا، ويبدو انه قد ما صار بينك وبين المرأة الاولى او أبداً. هو كان يعني يتشكى منها كثير قبل الزواج أيام الملكة، بعد الزواج يقول إن الله قلب الحال صارت هي الأفضل، وطبعاً هو ما شاف من لك الخير. قال لي سافر في رمضان عند أهلك، سافرت مع أهلي تفاجأت إنه طلقني. الحمد لله قدر. وشفت هذا المنام، شفت هذا المنام بعد الطلاق. قدر الله شاء. هذه الرؤية تدل على دخولك على حياة مرأة والله العالم أو بيتها اللي هذا الباب اللي دخلتيه. والسم اللي نثرته هذا قول الله العالم يعني أذية أتتك منها أو مشكلة أتتك منها، والله يعوضك خير. في تكملة يا دكتور يا شيخ، أنا طبعا استمرت بقيام الليل وقراءة سورة البقرة، وسبحان الله يعني قالت لي الوالدة خليني أنا أكلمه، طبعا أنا أخفيت عن أهلي من تطلق ما أحد يدري. راحت الوالدة اتصلت علي، رد عليها وأنا فاتحة السبيكر، قال ما بيني وبين فلان أي شيء وتقدر ترجع أي وقت. بعد ساعتين رجع كلمني قال لي رجعتك. يلا الله يصلح حالكم يا أختي، الأمور هذه عاد مالي أنا علاقة فيها، أنا أفسر بس ما أقدر أقول إيش إيش في الرجل يعني. شفت منام ثاني. لا بس آخر يومي. لا مو نفس الشيء. اسمعي بس اسمعي. اسمعي اسمعي يا أمي، إن أنا قلت لك أخذ رؤية واحدة، لكن بالنسبة للحية اللي ذبحتوها هذه أقول إن شاء الله بيكفي الله عز وجل شر مرة، والله العالم إن شاء الله بإذن الله. بس. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. الله الحي تراقطة، الظاهر عندنا في البث بعضهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك؟ حياك الله يا أخوي، يا مرحبا. بس عندي حلم لأختي أحدثت. سم سم يحدث
حلمت حلم. خير إن شاء الله. حلمت أنها حامل وكانت تنظر لمنطقة البطن، كانت كبيرة ومحدودة، بحرتها بيضة وكانت تحس إن أن أيام الولادة قربت حتى. موعد الولادة. والآن هناك إحساس بشدة بطنها يدل على قرب الولادة. كانت تقول في نفسها أن السر تغيرت عن شكلها سابق. الحين وقفت تمشي وبيدها جوالها تبغى تبحث عن انتهاء الولادة. عندما استيقظت من النوم كان هناك إحساس الخوف والفرح. شلون بالله تقول تطلع جوالها؟ عندها كان احساس الخوف والفرح. الحمد لله زين. تبغى اعيد لك الحلم كامل؟ ايه. طب انا اتكلم بصراحه، حلمت اني حامل وكم انظر لمنطقه البطن كانت كبيره ومشدوده وبشرتي بيضه، كنت احس باني باقي يوم او يومين عن الولاده. الحمد لله. وهناك احساس بشده بالبطن يدل على قرب الولاده. الحمد لله. كنت اقول بنفسي ان السره تغيرت عن شكلها السابق. حينما وقفت وامشي وبيدي الجوال اريد ان ابحث عن انتهاء الولاده. عندها استيقظت من النوم وهناك احساس من الخوف والفرح. طيب الحمد لله. هذا اقول والله شده وكرب تمر فيه اختك، ويبدو انها تسر بهذا الامر ويعني تخفيه، ومسألت بحث عن الدعاء الجوال، هذا الجوال اللي هو اتصال، يعني الجوال وسيله للاتصال، والدعاء لا شك انه اتصال من الارض الى السماء، واتصال بالله عز وجل، الدعاء وطلب الله عز وجل الحاجه، ودليل على ذلك انها قالت تبحث عن الدعاء. فنقول ان شاء الله باذن الله بيجعل لها الله عز وجل فرج وتيسير في امرها ان شاء الله باذن الله، بعد كرب ياتيها. يعطيك العافية الشيخ، شكرا لك كثير. السلام عليكم. من طول الغيبات جاب الغنايم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. رأيت أن في كيس فيه هيل. وش فيه؟ الهيل هذا مو هيل. إيه. إيه. الهيل هذا مو مدقوق على خفيف. طيب. بس منفصل أنا. رأيت كيس فيه هيل. إيه. وكان مدقوق دق خفيف. أيوه. وين رأيت الكيس هذا فيه كان؟ ما انتبهت. أتوقع بالمطبخ. انت ناسي الرؤية شكلت. لا غلطي مني على ظني في المطبخ. ما هي واضحة. الله يحفظك. يعطيك العافية. جماعة انتم كل ما نتصل تقطقون وتستهبلون، كواحد يستظرف، ترى ما ترضى لي اتصلت احد يستظرف على صوتك، صوته هو اللي خالقه ولا ربي اللي خالقه؟ كل واحد يعني تسمع صوته اللي منه جاي يتصل، حتى تقول على صوت الناس. السلام عليكم. السلام. صباح الخير يا شيخ محمد. صباح النور. رأيت في منامي ست نسوان في الشارع. ايوه. فمريت بالسياره كذا وشلت واحده منهم فعندها امها. فمنعتني انا اخذها فشليتها واخذتها ومشيت. ايوه. هذا منامي. ما فيه رموز يا اخي، بس رايت يعني ست يعني نساء. ست حريم في الشارع. ايوه. نزلت و حاولت اني اخذ واحده منهم، طلعت واحده في ام واحده منهم في الشارع، فحاولت انا اخذها اخذتها ومشيت. تعرفهم الحريم النسوان؟ لا ما اعرفهم. ايوه. وكنت تمشي عارف في سيارتك؟ بسيارتي. موظف ولا اعمال حره ولا ايش؟ لا ماني موظف. عاطل؟ عاطل. الله يرزقك. امين. رأيت نساء يمشون في الشارع صحيح؟
ايوه رايتهم يمشون في الشارع بعبايات مستترات. ايوه بعبايات مستترات الحمد لله. ومتى هذه الرؤيه؟ قبل 6 أيام 7 أيام. تبحث عن عمل؟ لا ما ابحث عن عمل والله نوم. والله انك اصرح واحد قابلني. الله يسعد ايامك يا شيخ. الله يسعدك يا رب العالمين. وياك. طيب بالنسبه للنساء اللي اخذتهم كنت تاخذهم انت اجبارا غصب يعني؟ ايوه واحده منهم اخذتها اجبارا فطلعت ام واحده منهم امها موجوده في الشارع فمنعتني انا اخذها فاخذتها غصب ومشيت. طيب بسألك سؤال بس بيني وبينك في بدون بث. بسألك سؤال وبدون بث وش رايك؟ دقيقة. الله يستر أمرك. مع السلامة. ليه ما يجي سلا قدام ما لك دخل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك يا شيخ. حياك الله. شيخ أنا حلمت إني أركض يم الجبهة. أيوة. ألو. 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 سمعني يا شيخ؟ لا والله يقطع صوتك. أقول أنا كنت أركض يم الجبهة. أيوة. إيه وصلت واستشهدت. أيوة. بدل ما تجيني الملائكة على الجنة وعنا أرجتني الوالدة وتقول لي حنا الجنة وتضحك. حنا الجنة؟ اي حنا على الجنة وتضحك. اي طيب بر بأمك وأطيع أمك زين؟ أيوة. اي أنت تريد شيء في نفسك يبدو والله العالم وانت أدرى فيه. واضح كلامي؟ اي وأمك تريد شيء آخر أطيع أمك وبر فيها. واضح الكلام المقصد؟ الله يجزاك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله. يا شيخ أنا حلمت إني في ساحة الحرم بس ما أشوف الكعبة بالساحة اللي برا. وكنت أصلي وكنت أدعي وأنا ساجدة. فكان أخواتي يقول لي تعالي سحري باقي على الأذان 25 دقيقة. فلما خلصت الصلاة رحت لهم بتسحر ذكرت إن علي دوره ولا أقدر أصوم يعني. نعم. بس. أنت تشتكي مشكلة بطنية؟ لا والله ما في مشكلة بطنية عندك بس أعاني من النفس والحسد كذا. الله يشفيك يا عافيك يا رب. رأيت إنك تصلين في صحن الكعبة ولا في الحرم؟ لا لا في الساحة اللي برا بس ما أشوف الكعبة. إيه يعني ده برا الساحة ما هو ما هو في صحن الحرم. لا لا إيه ما كنت أشوف الكعبة لكني أقول إني أنا في ساحة الحرم وأصلي وأدعي وأنا ساجدة. طيب هذا أمر أقول والله العالم أنت تبدئين فيه أو تريدين أن تصلين له وتنقطعين عنه وتقفين.
والدليل على ذلك أنك أنت تصلين، يعني تبين تصلين لمرادك. ثم قلتي أنا علي الحيض، الله يكرم من يسمع، وهلك طلبوا لك للسحور. أساساً الصلاة ما قبلت، الصلاة ما قبلت، لأن الإنسان إذا كانت وحدة عليها ما تقبل صلاتها ولا تصح صلاتها ولا تدخل الحرم. فهذا يدل على أنك أنت تريدين شيء وتريدين أن تصلين إلى شيء، ولكنه يحال بينك وبينه أو يتأخر فيما بينك وبينه. لكن من كانت عليها الحيض مصير أن الحيض يتوقف وينتهي بإذن الله ويزول هذا الأمر. أنا حلمي علي الدورة يعني فجأة هذا هذا الحيض، دلالة الحيض في الرؤية والله العالم دل على يعني الحيض إنما هي ركضة شيطان أو حظوة شيطان، أو هن يعني شيء يخرج من المرأة يوقفها عن عبادتها، يوقفها عن حياتها الدينية، عن صلواتها، عن صيامها، عن زوجها. هذه كلها دليل على تعطل في شيء أو تأخر في شيء. فهذا اللي أنت قاعدة تعانين منه، لكن إن شاء الله بإذن الله ينتهي. شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم. أتوقع يا شيخ أنك بعد البث تشغل أغاني. صفقوا يا جماعة، صفقوا له ظريف. طلع برا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا شفني دخلت داخل الحرم تحت الكعبة ومعي بنتي ومعي وحدة لابسة كلها أسود. ألو؟ أيوة. أيوة، وإن الحرمة هذه لابسة أسود يعني بيني وبين روحي شفت كأنها أمي، هي أمي. جينا تحت الكعبة وطاحت بنتي بحفرة وقعدت أطلع منها ثعابين، وأشوف إني دخلت على غرفة زي أكلم لي رجال زي كذا أقول ليش الثعابين عند الكعبة؟ وشوف كل الأرض صدر الكعبة كلها أبيض. بس اللي زعلني إني ليش ألقى ثعابين حول الكعبة؟ وحاولت يمكن شلت 2 أو 3 عن بنتي. بنتي عمرها يمكن 9 سنين. عيد الرؤية من جديد. عيد الرؤية. أشوف إني دخلت يا شيخ على الحرم دين وصلت تحت الكعبة ومعاي بنتي عمرها 9 سنوات ومعاي حرمة كل لبسها أسود، بيني وبين نفسي بالرؤية أشوف إنها أمي وهي ما كلمتني ولا شيء. لما جينا تحت الكعبة في حفرتين، واحدة دخلت فيها الحرمة اللي عليها أسود وواحدة فيها بنتي. بنتي لما دخلت الحفرة حاولت أطلع منها ثعابين، حاولوا يهجمون على بنتي ومسكتهم أنا بيدي يمكن 2 أو 4 زي كذا وطلعتهم. فشوفني زعلت كأن على اللي بالحرم ما كلمه زي الحارس كذا أقول له ليش يعني الثعابين عند الكعبة تحت الكعبة. طيب متى الرؤية؟ غير والله من زمان يا شيخ، يعني حوالي يمكن 6 شهور أو أكثر بعد. أيوة. أنت وبنتك تشتكون شيء حاجة؟ ايه يا شيخ فيه سؤال وعشان يتضح لي امر. انت تعاني فيها اسمعيني حصل لنا يعني امور سحر ممكن كده يعني. اسالك سؤال بس، تشتكون الله يكرمكم ومن يسمع من امساك؟ لا الحمد لله. الحمد لله. انت تشتكين لامك حالك او وضعك؟ لا ما شكيت لها. ايوه امي تشوفني بس اني ما اقول عافا كل شيء امي، بس اني يعني ما ودي اشكي لها. ايوه ما اشكي لها الحمد لله. الحمد لله ترين جينا الحمد لله بتلا من الله الحمد لله. الحمد لله. ترين انك تقولين في الحرم وعند الكعبة تحت الكعبة حيايا صح؟ هي الحيايا يبون بنتي وانا اللي مسكت بيدي وطلعتهم. وبنتك نفس الشيء تشتكي منها الشيء اللي فيكم هذا؟ هي بنتي كنت تعبت وقرأنا عليها الحمد لله وطلع منها الله يكرم شيء اسود حسبي الله زي الاسود كذا. ايه يعني تخريج خرجت. ايه الحمد لله تعافت. الله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اذا هذا هو الخروج الحياه اللي كانت تحت الكعبه، هذا اللي نتكلم عنه، خروج اذى او خروج بلا والله العالم منكم باذن الله. والكعبه ايش معلش يعني بس انا في شفت رؤيه بابوها يعني شوي هو اللي هو طليقي يعني اني دائما اشوفه حامل يعني الرجل دائما يعني طليق دائما اشوفه يجيني في المنام انه حامل. كيف دين الرجل؟ دين الرجل كيف؟ ما تكلمت كانوا علمتك بقصة قبل فترة يعني أدري والله يعني لاسل. الله يصلح حاله. حمل الرجل في المنام قد يكون لأنه يحمل أوزار أو يحمل ذنوبه وذنوب غيره. لا أنا بعد أطلب فلوس ولا نحللته. الله المستعان.
قد يكون أنه يحمل هذا الهم هم الدين أو شيء من هذا، والله العالم. بس هذا اللي رأي، والله أعلم. الله يجزاك خير. مصيبة. السلام عليكم. أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أي شيخ، أنا اسمعيني من الجوال، الله يبارك فيك، اسمعيني من الجوال، اسمعيني من اسمعيني من الجوال. يا أختي أنت تاكلين وليش؟ أي شيخ، تسمعني الحين؟ تاكلين أنت؟ وقفي أكل شوي. إذا تاكلين لا لا ما أكل. طيب يلا تفضلي. أي شيخ، رأيت أني أنا قاعدة أمشي في طريق يعني في وقت الضحى كذا، وبعدها دخلت سوبر ماركت على أني ما أبغى منه شيء يعني. طيب. بعدها ناداني المحاسب وقال لي هذه قطعة حلوة لك من الدكتور لأنك طالبة مجتهدة. فأنا خفتها وأقول في نفسي كيف أني طالبة مجتهدة يعني، وتهكروا يعني في ناس كثير وكذا وانتهى. أنت مختصرتها الحين؟ أي مختصرتها يعني، بس يعني هذا أغلب رموز الواضحة فيها يعني. ما أدري والله يا أختي، أنت ما قلتي رؤية لأنك أنت تختصرين على كيفك وما يصلح. مفروض أنت مفروض تقولين ماركت وناداني المحاسب بعد ما دخلت. قال لي هذه قطعة حلوة باسمك من الدكتور، دكتور الجامعة. وأنت أنت طالبة؟ لا ما طالبة. أيوة. وهذه الرؤية متى؟ هذه لك من دكتور الجامعة، بس أنت يعني طالبة مجتهدة. وأنا أخذتها وفي نفسي أقول يعني كأني مذهول أنه أنا ماني طالبة مجتهدة بالعادة يعني. ومتى هذه الرؤية؟ يعني يمكن من 4 أو 5 أيام. إيه. الحالة الصحية والاجتماعية؟ يعني شوية صحية، يعني نفسية شوية أكثر يعني. الاجتماعية منفصلة. الله يكتب لك الخير، اللهم صل على نبينا. هذه الرؤية من 5 أيام. نعم. طيب، موظفة أو غير موظفة؟ معلمة قرآن. الله يزيدك علم. طيب أنا أقول هذا والله العالم بالنسبة للسوبر ماركت، هذا أقول اللي هو وظيفتك اللي أنت فيها، أنت لست تواصل مع الإدارة أو شيء من هذا، رجل إدارة في الإدارة أو شيء؟ لا لا ما أي. تتواصلين مع أحد ثم إلى الرجل المسؤول؟ أبدا. طيب أنا أقول هذه والله العالم في وظيفتك تنالين خير إن شاء الله بإذن الله، إما في رفعة أو في ترقية أو في شيء من هذا. السوبر ماركت عادة الإنسان يروح له عشان يتزود أكثر، والدليل على ذلك ان اخذتي حلوى او اهديتي حلوى، وان للقران في الحديث لحلاوه. فانا اقول باذن الله اما هذه رفعه لك او ترقيه لك او شهاده شكر تاخذينها انت باسمك، والله اعلم. باذن الله. طيب ما لها يعني علاقه بدعاء او لا؟ انا اللي يظهر لي هذا اللي ذكرته لك انما انها شهاده شكر او ترقيه لك او رفعه لك بسبب اللي انت جالسه تعملينه اللي هو القران، وان القران لحلاوه كما جاء في الحديث، والله اعلم. الحمد لله الحمد لله، شكرا لك خير. جماعه الواحد اللي منا راى شيء يقول يا حظه، يقول ما شاء الله. الله يبارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو الملك؟ الله يحييك، يا مرحبا. يا مرحبا بالصوت، الله يفعلك. الله يجزاك خير ويبارك فيك. الله يرضى عنك. لازمك على البث ولا صرت مرة؟ لا في البث. أسأل الله أن يسلم أمرك وأن بخير من يسمع يا رب العالمين. آمين، جزاك الله خير. اسمع يا حبيبي، الله يعز وجلك، أنا كنت رايح تقريبا قبل أربع سنوات. كنت معي. أيوه أسلم. طبعا شافته زوجتي طبعا. ايه. قبل سنوات شافت في المنام ود انك تحط جوز ودنك.
طيب سام، طبعا شيخ انت شيخ علي صح؟ ها انت علي؟ ها ابو علي عبد الله المري. اي نعم. اي انت صاحب الحساب وقناة اللي ايش اسمها بي سي؟ جزاك الله خير. طيب سم، لاني انا عارف يا جماعه ترى وخرت السماعه لاني عارف عشان ما يقولون بعدين يطلبون وخر السماعه. سم يا شيخ ابو علي. بس طيب خير إن شاء الله. الوالدة تنال كل واحد من الثانية تقضي حاجة الأخرى والله العالم، أو بينهم منفعة بإذن الله إن شاء الله يعني يتبادلونها، أو أنه في بينهم حب طيب وألفة طيبة، وصلى الله يبارك فيها. الله السلام عليكم. السلام عليكم. هذا أحد الشباب اللي أنا أعرفهم يعني معرفة شخصية، ما أقدر أرده ما من قبل شوية اللي تقول ذاك اليوم هاي مطوع، قلت لك هاي بيبي، تقول جوالك قديم، والله عاد هذا الموجود والجوال والشيلة، أهم شيء إنه يرد. السلام عليكم. والله عاد هذا الموجود والجوال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضلي. لو سمحت، أنا حلمت في أبوي في بيتنا، وأنا داخلة من باب الرجال وهو من باب النساء. قال لي كلمتين. إيش؟ قال لي كلمتين. قال لي الحاكم تغير والقروض اسقطت. أيوة. بس. رأيت إن أبوك داخل مع إيش؟ داخل من مدخل النساء، هو متوفي. هم إيش؟ متوفي. متوفي رحمه الله. إيه. وياك يا وأنا داخل مع مدخل الرجال. قال لي كلمتين، قال لي طالع سنشل يقول الحاكم تغير والقروض سقطت. الحمد لله. بس. بس. طيب أسأل الله أن يتجاوز عنا. كان على صلاح أبوس دي يعني كل إنسان عنده معاصي، معاصي بس توحيد، لا توحيد واحد. الله يتوب علينا وعليه. لعله كان له عمل صالح أسقط عنه ديونه اللي هي ذنوبه، والله العالم. لعل عمل أخفاه اسقط عنه ديونه، لعل الله عز وجل يدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. طيب ممكن أضيف الحين ممكن أضيف. تضيفين إيش؟ أضيف إنه بعد 4 أيام صار شيء، بس بالواقع مش بالحين. أقول تفضلي. اتصل أخوي وكانوا مخفين أموال عني. إيه؟ والورث ما توزع إلي الآن. إيه؟ ومتوف من 4 سنوات. كان عمك سرقة. نعم أستاذ. ما له علاقة بالحل. قال إيش أبوك في الرؤية؟ الديون أسقطت والحاكم تغير. أيوة. طيب هل الولاية أو اللي ماسك المال من هو؟ تغير من واحد الواحد؟ الأخ الكبير تغير؟ ما أدري. الأم تغير. أيوة. طيب أنا أقول الأم تغير. نعم. أنا أقول العالم الرؤية اللي يظهر لي فيها، لعل الله عز وجل يغفر لأبيك ويسقط عنها إما ديونه في الحقيقة دنيا أو ديون الآخرة اللي هي السيئات والمعاصي والذنوب، لعل الله عز وجل يدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. الله يحفظ. معليش يرسلون في السناب، الرؤى على السناب، انا ارد
وأرد على حسب استطاعة وعلى حسب قدرتي وعلى حسب الوقت الفراغ. أخذ في اليوم ساعة ساعتين أرد على الخاص حق السناب، وأرد على حسب استطاعة وعلى حسب قدرتي. أنتم عارفين الآن في موجود يعني في التعليق في هنا اللي علق 900 تقريبا 1000 لا، وفي السناب يوميا الرسائل تصل 2300 2500 يوميا. يعني أنا لو بجلس ساعة وساعتين كم برد على الرسائل؟ رسائل كثير، اللي يقول أرسلت من أسبوع، أرسلت من شهر، أرسلت ما حلف كل حظ افتح رسالتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها في ديننا، فما بالك أني أرد على رسالة أو رؤى. أنا أرد لكن على حسب استطاعتي وهذه قدرتي، العدد كبير، فلما أرد عليه يحسن الظن، يحسن الظن. الله يوفقكم جزاكم خير. على شوي شاهد شاهد من أهله ردت عليه بالسناب جزاكم الله خير. الصرصور شوف نزلت قد نزلت مقطع عن هالشيء، وجهك يا اللي تقول بيض راجك خاص لست ما فسر فيه يا بالاتصال زي كذا أو في السناب على الخاص. قفلت الجوال قفلت يا جماعة لأني انتهى معي الوقت البث. شوفكم إن شاء الله من الوقت الثاني. طلبتوني على الخاص قلت ادخل بث ادخل بث ولا أقدرش أرد لكم طلب. الله يوفقكم يا رب العالمين يسعدكم سعادة الدارين في الدنيا وفي الآخرة. الخاص حق السناب دائما مفتوح معكم في أي وقت ترسلون أرد عليكم على حسب استطاعتي، والاتصال في البث أو إذا أعلنت في السناب إني أو إذا أعلنت في السناب إني الآن أستقبل الرؤى والأحلام اللي هو بالنسبة للاتصال. أما السناب دائما مفتوح. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في بث قادم، وأنتم طيبين وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا لكم من القلب، مع السلامة.